سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المجموعه ديال الصقلي اللي ان شاء الله مؤخرا غادي نخدمو طرز رباطي، واخيرا غادي نوليو نرجعو نخدمو الطرز الرباطي باليد. انا عارفه كيعجبكم. بالنسبه غادي نخدمو هاد المره بالصقلي كما كتشوفوا بالالوان. عندي جليلبات اللي كنت قلت لكم غادي نوجد. بالنسبه لك جلابه الشو الزرقاء راني سبق لي خدمت لكم الرشمه ديالها. هانتوما شوفوا كيفاش انا كنناسق الالوان ما بين كل لون، شنو الالوان اللي نقدر ندخل ليه. مثلا هاد الجلابه عندي في الغوص كنشوف اللون باش انا مخيطاها. بالنسبه انا مخيطاها بالموف، اذا ندخل اللون ديالها الغوص ونزيد معها الموف. وعندي جليلبات واحد اخرين غندخل معاهم بزاف ديال الالوان. المهم تقريبا انا شاريه شي 12 لون ديال صقلي كما كتشوفوا بحال هذا. هاد الالوان ما تخافوش عليهم، زعما راه ما كيكشفوش وما كيمشيش الالوان ديالهم، يعني سبقنا خادمين به طرز رباطي هكذا وكنصبنوا الجلابه ونعاودوها وكتبقى مزيانه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. شوفوا بنت هاد الخضر هذا دخلت معاه هذاك الاحمر، اولا دخل معاه الاورنج المهم اللي بغيتي، والاحمر مخدوم الزرقاء ديال ندخل ليه الزرق والاحمر. نتوما بزاف كتقولوا لي بقيتوا لينا كيفاش كتنسقي الالوان، كيفاش انت كترومي الخدمه ديالك. كما كتشوفوا بحال هكا انا كنشري بزاف ديال الالوان، بالنسبه لان عندي بزاف ديال الجلاله بعدين نخدمهم، فخديت بزاف ديال الالوان وكنحاول فوق ما نجي نخدم شي حاجه كنشوف الرشمه. ومني كنبدا نخدمها ديك الساعات كيبان لي كيفاش غادي ننسق ما بين الالوان اللي غادي يجيو معاها. كاين اللي نخدمها غير بلون واحد وكاين نخدمها بزاف ديال الالوان. هاد الرشيمه الزرقاء انا سبق لي خدمتها معاكم، قلت لكم غنديرها في جلابه صفراء ولكن عجبتني على جلابه اورانج ودرتها في جلابه اورانج. المهم هاد الجلابه ان شاء الله راه ضروري غادي نشاركهم معاكم. بالنسبه للجلابه فاش كتكون مخدومه باللون ديالها فممكن تدخلوا اي لون معاها، يعني ممكن نخدم ديك الاورانج مع الخضر او لا اورانج مع الموف او لا اورانج مع كرونا، المهم على حسب اللون اللي غادي يجيني. وفي نفس الوقت ممكن نخدمها باربعه وسته ديال الالوان، يعني في رشمه وحده كيجي الشكل ديالها زوين. شوفوا صقلي كيفاش داير مزيون، كيجي يعني خدمه كتجيك زوينه وانت كتخدمي في الالوان. ان شاء الله لي فيديو اللي جايين اغلبيه غادي يكون طرز رباطي، فوجدوا ان شاء الله الخدمه ديالكم الا بغيتوا تولي تعلموا عاوتاني طرز رباطي.